مساء الخير حضرات السادة الحضور. يسعدنا اليوم أن نعلن عن توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة طلعت مصطفى القدر وشركة واوي تكنولوجيز. Good evening ladies and gentlemen. Today we are pleased to announce the signing of a partnership agreement. وكان من ضمن الحاجات الأساسية اللي احنا لازم ننظر ليها بدقة موضوع اللي بنتكلم أو بنخاطب 2030، احنا هنروح للي جاي ده ازاي، هننافس العالم ازاي، هنقدم في مصر. احنا عمين نتكلم بنقول الموضوع تصدير العقار وموضوع فرص الجذب للاستثمارات العالمية لمصر وخلافه وبتاع، طب احنا هنقدم هنخاطب العالم ازاي. فكان بحثنا الموضوع ده على مدار السنة الأخيرة عندنا في المجموعة، و يعني لقينا انه من الأنسب ومن الأفضل ان احنا نبتدي نتعاون مع احدث الشركات العالمية هواوي في موضوع الفكر ان احنا ازاي ندينية ترفيهية في على مستوى مصر، وهتبقى يعني فيها شوية افكار غير تقليدية وأفكار حديثة جدا مصممة كلها بالأسلوب الذكي، بحيث إنه نقدر ننافس بيها أحدث الفالي تكنولوجيز في العالم اللي موجودة، بحيث إن احنا نبقى مصدر جذب لشركات عالمية كثيرة خصوصا في هذه الأماكن والسكنة والتربية في السوق. فين ايه اللي انت المفروض تقدمه عشان تاخد ادفانتج في السوق بشكل احسن؟ العملاء النهارده بتتجه في طلباتها بالنسبه للتواجد في المدن الجديده او في خلافه، انت بتقدم لها ايه؟ ايه الجديد اللي انت بتقدمه؟ فالفكر اللي احنا بنقدمه ان احنا بنعمل نوع من انواع التطوير او بنخاطب فكره ال 2030 بالافكار الذكيه الجديده جدا في مختلف نواحيها. نمره 2، حضرتك برضو اختلف معاك في فكره المور كوستنج، لا بالعكس بتعمل سيفنج في موضوع اداره الطاقه، بتعمل سيفنج في اداره الامن، بتعمل سيفنج في اداره المياه، موضوع الري، بتعمل ليه نوع من انواع السيفنجز كتيره جدا في مسائل متعدده. الاسلوب الذكي في اداره هذا الكلام بيعمل نوع من انواع الوفر في حاجات